يلا انقلعوا كلكم لبرا. يلا يلا. مديح اعملي اللي بده اياه. وقف مديح. ليكو ما بدك قتله؟ طبعا بدي، بس رويدة رح تقتله. يلا لشوف اوصي رويدة قتلي. يلا قتلي. نربي بنتي، انا العمى شو هاد؟ ها بنتي نرمين، انا امك، لا تقوصيني حبيبتي. نرمين انا امك امك امك. برافو رويدة، شايفة هي نهايتها مثل باقي الخوالي. يلا بديح خلينا ندور عليها. ديامن ديامن ديامني تروني يا شاي من ديامن. بديح ها مديح. ربي كأنه في زيدان. أنا هون. أنا بستسلم. أخيراً التقيت أنا وياك يا دكتور. امشي. لك أنا قلت لي مسرحية. يلا امشي ولا طاع. يلا امشي ولا. يا دكتور امشي. يلا يلا. خالي سناء، خالي سناء، أول مرة قدرت تنفذ مني وتاني مرة نفدت يا دكتور، بس هلأ اقتله بالأول بعدين رد على التليفون. يعني وين بده يهرب؟ رح يقدر يطلع من هون عايش؟ ألو شو عرفتني؟ طبعا عمر آغا. لا تأذي للدكتور. شو؟ طيب ليش؟ هاي أوامر يا زيدان، لا تتدخل فيها. منيح اللي اجيتوا بالوقت المناسب، لأنه جماعتنا صاروا بالضيعة وكانوا رح يموتوا للدكتور. الدكتور علاقته منيحة مع الناس بالضيعة، مشان هيك عم يتكبر علينا. صحيح ما في سلاح بإيده، بس كتير عم يأذينا وصار الوقت لنخلص منه، وأنا ما عندي أي مانع على تطبيق خطتنا.
يعني عم فكر انه اجى الوقت المناسب لينقتل الدكتور وينزاح عن طريقنا. انت كتير عم تستعجل، يعني كل شيء بوقته حلو، ما بنستفيد ابدا هلا لما بيقوم واحد كردي ليقتل واحد تركي لانه ما قدر عليه، هلا الوقت مو مناسب، كان لازم الدكتور ينقتل من زمان، يعني نحن غلطنا وقت تركناه، وهلا عمرو ما لازم يأذي ابدا للدكتور. تأمر معلم. تعرفوا انه كله بسببكم؟ كنت معتمد عليكم، بدي افهم ليش ضيعتوا الفرصة ليش؟ يلا قولوا لي، ليش لعبتوا علينا؟ مو على اساس هذا اتفاق؟ يعني نحن ما صار لنا زمان عم نوفي بكل شيء وعدناهم فيه، انتوا هلا بعملتكم هي رح تضيعوا هيبتنا وقوتنا قدامهم، بس على الفاضي، لأنه ما قدرتوا تساووا شيء ابدا، حتى ضليتوا مثل ما انتوا وما قدرتوا غيرتوا قناعاتكم، انا ما عم افهم شو عم يصير ابدا. لما بترفع صوتك، انت عم تثبت انك صرت ضعيف. اللي على اساس شو يعني عم تحكي انت ورفقاتك؟ ولا خانتك ذاكرتك ونسيت قديش بستيادي لصرت هون؟ رحت وترجيت قيادتنا، شو نسيت كيف انحنيت قدامهم؟ ها؟ واللي بدي اياه انك تعرف انه انت بفضلنا صرت هون ماشي، بس الحق علينا اللي وثقنا بواحد مثلك. على فكره انت ما بتفرق ابدا عن اللي سبقوك. لا مو هيك، بس يمكن لانه انفعلت شوي وارتفع ضغطي. أحسن شيء إنه ننسى، بس نحن حكينا من زمان عن المبادئ الأساسية تبع خطتنا، لازم نساوي الحرب، ومنشان هيك نحن لازم نأسس لنا شي مجموعة، وتكون هاي المجموعة للعمل السري اللي بخصنا، وبيشترك فيها كل الهيئات يلي أنتو عم تمثلوها، وكل الأسماء يلي نحن بدنا نقدمها، هيك أحسن شيء، يعني أنا هيك رأيي. طيب في وقت محدد لنساوي كل هالشي؟ لا ما في، بس أحسن شيء إنه ندبر الأسماء والمعلومات اللي بتهمنا بأسرع وقت ممكن. طيب ليش عم تستعجل؟ يعني أول شيء لازم نهيئ الأرضية السياسية المناسبة لهالشي، يعني لازم ننسق شغلنا مع الكل، وخاصة مع أجهزة الإعلام ومنظمات الدفاع المدني والفكرية كمان، وما بدي تهملوا باقي المنظمات والجامعات أبدا، حتى لازم تقربون منا. إيه صحيح، ما بدي اياكم تنسوا رفقاتنا بالاجهزه الحكوميه والناس يلي شهرناهم، والمفروض انه يدعمنا التنظيم يلي هو تحت سيطرتنا. ايه بس نحن مثل الاعلام، يعني بشكل دائم منقول انه البلد وصل لمرحله اقتصاديه مرهونه بالخارج، وعم ننشر باستمرار مواضيع انه باي لحظه ممكن نعيش ازمه اقتصاديه، وبشكل خاص نحن عم نوجه الصحافه لتتناول مواضيع عمليات الاصلاح للمؤسسات الاقتصاديه من خلال سيناريوهات مخفيه، بس هلا اهم شيء انه نحول هاي البلد لمنطقة مليانة بالاصدقاء والاعداء، ونضخم الامور اللي بتساعدنا نوصل لهالمرحلة، وهيك نحن بنكون وصلنا للي بدنا اياه وعملنا بالبلد بلبلة منظمة. يعني انا برأيي كمان انه ما تنسوا ابدا انكم تبرزوا قلق المؤسسات الاقتصادية من هالوضع يلي عم بصير بالبلد، وهيك بنكون حققنا اهدافنا وبدون ما نتعذب. أنا بعرف هالشي مالي نسيان، ومخطط كمان ننشر إنه الوضع بخطر بكل محل، والمفروض إنه نستمر بهالشي بدون كلل أو ملل، لحتى نقدر نرسخ الخوف عند كل العالم يلي بهالبلد. والله عجبتني هالشغلة، يعني رح نصير نشوف أيام حلوة، واعذروني لأنه في موضوع تاني حابة أحكي فيه. أنتو صار عندكم شي خبر بالمبالغ اللي دفعتوها للمحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء؟ لأنه هلأ عم بحققوا بالمصادر اللي حولت هاي المبالغ. وسمعت كمان انه هالشغلة ما رح تمضي على خير، منشان هيك حبيت خبركم. بس الشغلة لا يمكن تأثر علينا ابدا، وحتى اذا اثرت ما رح تتجاوز مجموعة اللوبي اللي عم تساوي كل شيء بهالبلد. يمكن اهم نقطة بخطة الحرب الواسعة مسألة المجتمع وتطوره، بقى لازم نحن نخلق التباينات والاختلافات بسلسلة من الشغلات اللي نحن بنختارها، مثل الهوية واللغة والقناعة، ولازم نورجيهم الاختلاف بالمسألة الثقافية، هيك منكون ما عم نترك لهم مجال أبداً إنه يعيشوا بالعادات والتقاليد تبعهم. المفروض إنه نحن يلي نحدثهم بالمجلات والمسلسلات اللي عم يشوفوها، أو تحت شعارات نحن منحددها منعيشهم مثل ما بدنا، وبنهدم القيم يلي كانوا عايشين عليها. أصبح لازم نخلق حالة مواجهة بين الشعب بالمسائل الثقافية والأخلاقية، لازم نهد شيء اسمه أسرة، بدنا نخليهم ينسوا هالبلد. بدنا نعيشهم بحالة شك وخوف، مو بس هيك، لازم ما نخليهم يعتمدوا على حالهم أبداً، ولازم كمان ما نخليهم يشعروا بالتفاؤل، بس المفروض نعمل هالشي بشكل يكون كتير سري، ونحط الحق على زمن، ونخلق حالات من الأزمات الصغيرة يلي ما بتخلص نهائياً. طيب نحن شو بدنا نساوي إذا بتتسرب الأحاديث والخطط تبعنا؟ بيفضحونا على صفحات الإنترنت؟ ايه بسيطة كتير، منقول اهدافنا لأجهزة الاعلام، وبدنا نلاقي شي حدا نحمله المسؤولية، يعني مثل المتعلقين بالوطن. نحن لازم نخلق التوتر بين المنظمات الدينية والمنظمات السياسية من جهة، والتنظيمات الارهابية من جهة تانية. يعني نحن لازم نستفيد من هالشهرين يلي جايين، وبالاخص الايام الاولى من الشهر، والمفروض انه نحن ننفذ كم عملية ارهابية ضد الناس الابرياء بالمنطقة، وهاد بيكون الاساس المتين لحرب كتير كبيرة نحن عم نخطط لها.
بس الوضع ما يغيب ابدا عن اجهزه الاعلام ووكاله الاستخبارات الاجنبيه، وعلى ما يبدو انه بعض قيادات التنظيم عم تشتغل لصالح الاستخبارات. ما في مشكله، مو مهم ابدا، انتوا استمروا بتحضير العمليات. وين ما كان بيلتقى ناس حسالات بالمجتمع، وخاصه هدول اللي بيشتغلوا بالاعمال المنحطه، هدول لازم نستفيد منهم ونحافظ عليهم ونطورهم، وبعدين منديرهم ومنورجيهم حقيقة الحياة ومنضمهم للتنظيم، وهيك منكون استفدنا منهم بشكل مباشر. صحيح بدنا نتعب عليهم شوي، بس راح يصيروا تحت أمرنا. اللي يا ترى بده يكون؟ قلت لك خلينا نقتله ونخلص منه، ليش ما خليتني؟ ليش؟ العسكر قرب يوصل من الضيعة، لازم نهرب. أحسن شيء، يلا رويدة، يلا قومي أنت بعدين حسابك، يلا بديع، يلا. نفدت هالمرة، نفدت، يلا بديع. لازم نحن نخلي الدكتور يعيش شوي، وبس يجي الوقت المناسب بنعاقبه بالطريقة المناسبة يلي بتليق فيه. خالي سناء، خالي سناء، مشان الله ردي. خالي سناء، خالي سناء، خالي. ابني خالي سناء، خالي سناء. حاضر معلي، فهمت. رويدة قولي لي شو بكي؟ ماشي، رأسي عم يجاني، أعطيني الدواء. فهمت عليك معلي، ما بقي غير هدول، اصبري لنوصل على المعسكر. رشا، العساكر بكل المنطقة، ما فينا نتحرك منهم. خلينا نتخبى بشي مغارة. اي ماشي، خلينا نمشي. يلا 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 بديع، هدول ما بيكفوني. خلص حمل شوي، بدنا نمشي. يلا بسرعة انت وياه. يلا حركوا حركوا، يلا 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 بسرعة. يلا عشوا يا شباب، يلا يا شباب، يلا همي همي يا شباب، يلا يلا روح. نزفت كتير، لازمنا دم من نفس زمرة دمي. رح نعمل مثل المرة الماضية، يلا انت حضر كل شيء وانا جاهز. حاضر دكتور. نرمين نرمين. خير رجب؟ تعرف شو صاير بضيعة صارصو؟ ايه بعرف، الشباب هجموا عليها. ظاهر انك مو دريان، قال حماتك سناء متصاوبة. بالله عن جد؟ متأكد من هالشي؟ ايه طبعا 100%، قال وضعها كتير صعب، أخذوها على مستوصف الضيعة. خود مرتك وروح اطمن عليها. ايه ايه كتر خيرك. يلا بدك شي؟ شكرا. خاطرك، الله معك. شو صاير؟ هذا الزلمي من ضيعة أمي، بس ما يكون صاير معها شي. لا طمني، أمك أكلت رصاصة من شباب التنظيم. شو؟ متأكد؟ يا ربي. لكن عملت لي حالة زلمي بدها تخلص أختك، شفتي شو آخرتها؟ امشي، لازم نروح لعنده. لك وقفي، ما فيني لو رايحه بعد، اتركني هي امي. لك وقفي، لك تعي، اتركني. يلا فوتي لجوا، انا بفرجيك يا خديجه. مشان الله امي لحالها لازم تكون جنبها. امك عدوه للتنظيم، بتستاهل خليها تموت. مشان الله رمزي، خلينا نروح، الله يوفقك. حرام عليك، ما عندها حدا. لك اتركيني، قلت لك ما في روحة يعني ما في روحة، فهمتي؟ مشان الله يا رمزي اتركني روح لعند امي، حرام عليك. رمزي استنى. لك انت ما بتفهمي بالحكي؟ ولك لا تخليني اوسك. وليه؟ اسمعيني، هي امك بتنسيها، ما عاد بدي اسمع سيرتها بنوب، بتفهمي؟
مشان الله رمزي اتركني اروح لعند امي. لا تقفل الباب، لا لا، بوس ايدها خليني اروح شوف امي. يا لي يا ليك يا امي، الله لا يوفقكم يا ظلام. يا ربي شو بدي ساوي هلا؟ أول شي عطيتني رميم من دمك، وهلأ عم تساوي مع أمّا نفس الشي. مو غريبة يكون عندكم نفس زمرة الدم؟ عن جد شغلة غريبة، بس هالصدفة فادتنا كتير. كل مالك عم تكبر بعيني يا دكتور، يعني عم تساعد خالي سناء مع أنه هي اللي فرقتك عن زينب. نيتها مو سيئة، بتعرفي شو مشكلتها؟ عم تتدخل فيني وكأني ابن الحقيقي. نيرمين، نيرمين بنتي، نيرمين، أنا نيرمين، أنا أمي. أمي ليش هيك سويت يا بنتي؟ ليش أبوستيني؟ لا، مو أنا اللي أوصتك. تذكري مني يا حبيبتي، صلي. زعلاني على امي؟ لا لا لا، راسي عم يجعني، اعطيني من الدواء. هلا مو صفيان معي، اصبري لحتى نرجع المعسكر. صحيح معلم، انت شلون خليت البنت هي اللي تقتل امها؟ لحتى تعرف. عاملي حالة زلمة، شو مفكرت من اغبياء؟ خلصنا منها. قوموا لشوف، عاجلكم الراحة. يلا يا شباب قوموا، يلا بدنا نمشي. ويداش يلا بسرعة، يلا كله من تحت راس بنتك. ضروري تساوي هالمسرحية، يعني لولا ستر الله كانوا راح يهدوا الضيعة فوق راسنا. خلص رشاد، خلص الحق معك. طبعا الحق معي، يعني حاجة تدافع عنا. اللي كيف بدنا نخلص عائشة؟ آغا، في واحد من ضيعة فارجنيز بده يشوفك. من ضيعة فارجنيز؟ شو اسمه؟ نسيت اسأله، قال لي جاي من طرف عمر آغا. ماشي، يلا جاي. رشاد، شو إلك شغل مع عمر آغا؟ شبك نسيت؟ دائما بيشتري من عنا غنم. وين رايح وانت بهالحالة؟ خلص ارتاح، أنا رح أتفاهم معه. بتضل قاعد مع حميد آغا، فهمت يا ابني؟ بأمرك. يلا. شو بدك؟ ليش اجيت؟ تعال هون. عمر آغا بعتني. ايه بعرف هالشي، ليش بعتك بقى؟ معلمي بيقلك إنه بقيان يومين.
اصحى تنسى الأمانة. يا بنتك يا بنت أخوك. أغا بس بدك تعطيني مهلة. سامح لك بخمسة أيام بس. معك خمسة أيام لتجيب لي بنت أخوك، وإذا ما جبتها أنت بتعرف منيح شو بده يصير فيك وبنتك يا أغا. سلم لي على عمر أغا وقل له بعد يومين رح تكون الأمانة عنده. إيه؟ رح قل له هالحكي. طيب خاطرك. يلا الله معك. لك شو بدي ساوي هلأ؟ شلون بدي سلم زينب للتنظيم؟ بلا ما نفوت كلياتنا مشان ما نعمل عجقة. هلأ برجع، انتو استنوني هون. والله زينب معها، انت خليك هون بلا ما تضايقون، فهمتوا؟ لا بس طمني طارق، كيف صارت؟ الحمد لله احسن بكتير. بعدو بدي شوف خالي سناء. يا حرام، نرمين اللي قوصتها ما؟ حنان، خالة سناء هلأ خلصت من العملية، يعني لازم ترتاح. اطلعي لبرا يلا. وجودي بشو بضايقة؟ يلا حنان، لازم نتركها ترتاح. امشي حنان، وأنا كمان جاي معك. يلا. شو الأخبار؟ البروفات كتير منيحة، هلأ عم نرتاح والمسا رح نرجع على الشغل. ايه والله، هالمسرحية كتير حلوة. كل ما بقراها ببكي. ايه وأنا كمان، شي بيقشعر البدن. لازم بكرة كل أهل الضيعة يشوفوها مع لجنة التحكيم، بس كيف بدنا نخبرهم؟ إيه هي ترك علي، أنا هلأ بخبر الكل. يلا تعال هون. أنت شو دخلك؟ أصلاً في حدا بيرد عليك؟ إيه بس قلي لي أنت شو لك علاقة فيني؟ وبعدين معي لعمل شو حشرية؟ لك أنت إيه وقفوا أتلقنا هلأ شبكون؟ روحوا أنتوا الاثنين وخبروا العالم. حاضر أنسة. وقف، بدك تسبقني مو هيك؟ شو عم تضحش تلحقيني؟ وقف تعال هون. زينب أنا حابب أحكي معك. ليش أنت بدك إذن طارق؟ حابب أحكي عن وضعنا، يعني علاقتنا. إذا بتريد طارق لتكمل خلينا أصدقاء ماشي؟ يعني هيك أحسن إلي وإلك. أصدقاء؟ يلا شوفي السيروم تبع خالي سناء خلاص. كنت بدي أسألك على قلة واحد تاني؟ يفضل، لأنه جسمه ضعيف. زينب قومي منحكي جوا. شو ما بدك تجي؟ طمنيني جدك رجع؟ لا والله لسه. يا ترى ليش طول كل هالقد؟ طمني ديالا، إن شاء الله عن قريب رح يرجع. إن شاء الله. والله هاتنين مو عارفانين شو عم يساووا. قالوا هالمسرحية رح تفيد أهل الضيعة. قال في مسؤول كبير بده يجي على ضيعتنا. ايه شو رح يصير؟ أنا متأكد إنه ما رح يعمل شيء. أنت شو عرفك؟ يا سيدي بكرة بتشوف شو رح يعمل. وضع ضيعتنا أكيد رح يتغير. لك حاجة تحلم يا؟ رح نضل مثل ما نحن. المسؤولين بهالبلد مو سائلين على اللي مثلك. بعد هيك تبعون هدول حنان شو عم تسوون؟ شو عم تسوون انتو اثنين؟ عم نخبر اهل الضيعة بابا. بشو عم تخبروها؟ انه بكرة المسرحية مختار. والله هذا الناقص. والعالم شو بدها بهالبطيخة هاي؟ الدكتور حابب انه كل اهل الضيعة يحضروها لهالمسرحية، ونحن عم نخبرهم بهالشي. وليش بقى؟ انتو شو دخلكم؟ ما يروح هو يعزمون؟ ما بتعرف انه انا مديرة المسرحية؟ وأنا بكون مدير صالة العرض. شغل العمين وشي أحسن ما فج راسك وانت وياها تضرب منك إله كله منك. هذا الدكتور مو مصلي على النبي، بده يوجع لي راسي. مو بس هو، لا والآنسة زينب معه. لك ليش هيك عم تمحلقوا فيي؟ كل واحد ينا لعطا ولده. شبه أنا بختار طول بالا. أنا لهلأ ما عم صدق إنه نيرمين هيك ساوت، بس بدي أفهم شو عملوا لها لحتى قبلة تتقوس إمها. عن جد كيف هيك صار؟ معقول النرمين هيك تعمل بأمها؟ أكيد في شي غلط. بعرف السبب، الإرهابيين عم يعطوها أدوية مخدرة عم تأثر على عقلها. نرمين لما عملت هيك ما كانت بوعية، متأكد من هالشي. Thank you.
نرمين؟ معقول نسيتي إنه أنا أمك؟ أنت قتلتيني بإيدك، هذا عوض ما تحميني؟ لا أنا ما عملت شيء. لا أمي أنا ما قتلتك. نرمين؟ أنا أمك، أنا أمك، أمك، أنا أمك، أمك، نرمين. عجب العسكر، يلا قوموا اجوا العساكر. رويضة يلا. زيدان خلينا نهرب قبل ما يحاصرونا العسكر. دير بالك وخلينا نهرب. يلا زيدان. طيب معناتها بنلتقي عند صخور البيضة. يلا بديع انت غطيني. يلا طيب. يلا روح انا حاميك. خليك بسرعة بسرعة. يلا لا تخافوا بعد هيك انتم يا بعد. يلا بسرعة. يلا 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 روح. وراي بسرعة بسرعة. امشوا. يلا بسرعة لا تشلقون. روح. هاي هي فرصتي. بعده هيك يا بعده. تفضل تفضل. شكرا كثير. شكرا شكرا لك كمان. لا تواخذنا بس والله فرحان. يلا يلا ضيوفها. يلا لا انت ويا بعده وكل اهل الضيعه بترحب فيكم. زعفوا زعفوا يلا زعفوا. شكرا اهلا وسهلا. شكرا. هاي الخانم هون اللي شايفينها بتكون الانسه زينب، هي انسه المدرسه. اهلا وسهلا. اهلين. اهلا وسهلا. والاخ هون بيكون دكتور الضيعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. أهلا أهلا. وانا بكون ابوها لزينب. شرفتونا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا يا جماعه. اذا بتريدوا اذا بتريدوا ما بدنا نجيب ضيوفنا. على مهلكم. راح يهربوا. على مهلكم. الله يرضى عليكم. شايفين يا اساتذه كل اهالي الضيعه هون جايين مشان يستقبلوكم. عن جد انتم غاليين على قلوبنا ما بتصدقوا. تعذبتوا لو وصلتوا لعنا. نحن اسفين. هذا واجبنا. صعب علينا ناخذ الاولاد ونجي لعنكم. ما في مواصلات. بعدين الطريق مليان بالإرهابيين. اضطرينا نقدمها هون. يعني بالرغم من كل المصاعب قدرتوا تعملوا مسرحية. يعطيكم العافية. متشوقة كتير لشوف مسرحية تركيا الموحدة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. بعد هيك بعد هيك الدنيا. مديرة المسرحية. هلا شرف 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 شرف. أهلا وسهلا. تفضل تفضلوا. تفضلوا. يلا أهلا وسهلا. شكرا لكم. وين رايح؟ يلا تفضل. شرف شرف. تفضل استاذ عادل. شرف من هون. الصف الأول. يلا على عيني. أهلين فيك. بيطلع بإيدك تصلح لي مولدي ما هيك؟ إيه طبعا دكتور. يعني حاجتهم أهل الضيعة صار لهم 15 سنة بلا كهرباء من وقت ما تعطلت هالمولدة. إن شاء الله خير. تفضل تفضلوا لجوا. أهلين. شو عمي ما بدك تفوت لجوا؟ إذا بتريد فوت شوف المسرحية. يلا رشا صار لك شيء؟ لا اطمن. يا شباب كلياتكم تتخبوا بالمغاره. يلا 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 بسرعه غيروا معلم. اسمع منيح شو بدي لك. تعد للرجال بتشوف كم واحد رح لنا. حاضر معلم. قوموا يلا بسرعه.
كم واحد رايح لنا؟ 5 رجال وفي رويدة كمان. رويدة؟ آه. طيب سألت البقيادين عنا؟ سألت وقال ما حدا شافها. بجوز العساكر مسكوها أو على الأغلب ماتت. شفتها ميتة بعينك؟ لا ما شفتها بس مبينة. بجوز متخبية بشي مغارة أو عم تدور علينا. إيه طيب خلص بعدين مندور عليها، خلينا نوزع الرجال. بديع معه حق. طيب وزعون. أه. بس ما بدنا مواجهات مع العسكر ماشي؟ بديع عمل اللي قلت لك عليه. يلا تعالوا لعندي. عمرك معلم يلا. يلا يا شباب. يلا يا شباب. انت روح لهنيك. حضر معلم. انتوا تطلعوا لفوق. أمرك يلا. ديروا بالكم يا شباب. انتوا روحوا لهنيك والباقي يجي معي. يلا لشوف كل واحد على موقعه. يلا. يلا يا شباب. انت ولا. يلا يا شباب. يلا. يلا يا شباب. يلا. امشي. يلا يا شباب. روح لهنيك يلا. يلا يا شباب. يلا طلعوا لفوق. يلا بسرعة أواب. ابني ابني يا حبيبي دافع عن وطنك أرضك وترابك أحبابك دافع عن أرضك لا ترضى بالذل يا ابني واحميها لبلدك أملي شوفك رافع راسك لو باستشهادك يا ابني ما رح أطول أمي دعيلي روح قلبي وربي راضيانين عليك لازم تعرف إنه أنا مالي زعلانة روح يا ابني دافع عن وطنك عن إخواتك أبوك وجدك استشهدوا وهن عم يدافعوا عن أرضهم وإذا أنت كمان استشهدت أنا رح أفرح لأنك رح تكون بالجنة الله معك يا ابني الوطن عم يناديك لتدافع عنه يلا روح روح وأهم شي إنك ما تخاف لأنك على حق وأعدائنا هن يلي على باطل قبل ما نروح اسمعونا شو بدنا نقول نحن بحاجة دعواتكم الله يوفقكم لا تنسونا من دعواتكم هالوطن أمانة برقبتنا ونحن لازم نعمره وندافع عنه وهذا الشيء واجب علينا كلياتنا مشان هيك لازم نتعاون لنحقق هالشيء يعيش بالتكاتف والوحدة رح نقدر نحمي هالبلد مع بعض عبد الله حاضر سيدي انت قائد الكتيبة أمرك حضرة الجنرال هلوك روهات مستعدين يلا وراي الله معكم يا أبطال الله معكم الله يوفقكم الله معكم يا هيك تمثيل يا أما بلا الله يحميك برافو يا بطل الله يخليك لأهلا يا هيك التمثيل يا أما بلا خاصة هي البنت الحلوة والله حلوة كتير ما شاء الله مساك يوسف مساك إلك من الصبح ما أكلت شي يسلموا إيديك عبد الله ما بدي كلوا أنتوا هلأ لازم واحد منا يضل قاعد عم بيحرس لحتى العدو ما يغافلنا نسيت إنه نحن على الجبهة لازم نضل صاحين وعيوننا ما تنام والله أنا فهمان عليك بس هيك ما بيجوز يعني أنت لازم تاكل لحتى تقدر تحارب أنا مقدر شجاعتك وخوفك على الوطن بس لازم تاكل مشان تقدر تواجههم إذا هجموا علينا يا أما رح نخسر لا عبد الله لا تقول هيك ما رح يقدروا يهزمونا تعرف ليش؟ لأنه ببساطة نحن الحق وهن الباطل صدقني والله كلامك مزبوط بإذن الله ما رح يهزمونا ما رح يهزمونا ما رح يهزمونا عبد الله اللي عندك طلب معلش تحرس بدالي شوي لبين ما صلي وارجع الله يحميكم الله برافو Dios
أمي. مش الله فيني، أنا بحبك. لا أمي لا، لا تموتي، لا تتركيني. يا شباب وصلت الرسائل. مراد. حاضر. علي. يسلموا إيديك. محمد. ممدوح. عبد الله كأنك متضايق. لا ما فيني شي. احكي لي شو بك، مو نحن رفقات؟ كل واحد اجته رسالة من أمه أو من أخته أو حبيبته، أما أنا لهلأ ما اجتني رسالة وحدة، لأنه أمي لا بتعرف تقرأ ولا تكتب. لا تزعل، تعرف أنه أمي كاتبة عنك برسالتي؟ عم تقلي سلم لي على رفيقك عبد الله، قالوا أنت كمان ابنة وبعت لنا هدية، قال لأنه الطقس بارد عنا، عملت لكل واحد منا لحشة، تفضل إن شاء الله تعجبك. الله، مالي عرفان شو بدي إقلك، سلم لي كتير على أمك، يكتر خيرها، عن جد، بعد كلامها هاد كتير ارتحت، يعني بالأول كنت عم حس حالي وحيد هون، إن شاء الله بتخلص الحرب وبنرجع على بيوتنا. إيه والله معك حق، اشتقنا لأهالينا. بس لازم نحرر الوطن. إن شاء الله رح يتحرر إن شاء الله. بس بتعرف أنا هلأ اكتشفت شغلة جديدة، الوطن مثل الأم، نضل منحبه مهما بعدنا عنه. إذا جنرال. انتباه، اسمعوني، الأعداء صاروا كتير قراب، الظاهر إنه هن رايدين يفوتوا لعنا، لهيك قررنا إنه نحن يلي نبادر ونهجم عليهم. بس قبل هالشي قررنا انه نختار اثنين منكم مشان يسبقونا لمعسكر الاعداء ويقوموا بمهمه الاستطلاع. اكيد بتعرفوا انه هاي المهمه كتير خطيره، بس بنفس الوقت رح تفيدنا كتير. ما بدي اياكم تخافوا بالمره، يعني حتى لو متوا فانتوا رح تكونوا شهداء. مين بده يقوم بهالمهمه؟ انا 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 انا. نزل ايدك، ما خيبتوا ظني فيكم. عبد الله، يوسف، أنا كلفتكم بهالمهمة. أمرك حضرة الجنرال. أمرك حضرة الجنرال. ديروا بالكم يا شباب. حاضر. حاضر.